خلونا نعرف تفاصيل أكتر. معانا عبر الهاتف دلوقتي الأستاذ عصام عبد الرحمن، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. صباح الخير على حضرتك وأهلا بيك. صباح النور على حضراتكم جميعا، وأهلا بحضرتك وكل السادة المشاهدين. يعني التحالف الوطني أطلق العديد من القوافل اللي شملت أشكال مختلفة من المساعدات، عايزين نعرف يا فندم حجم هذه المساعدات وما تم تقديمه من جانب التحالف الوطني من أجل طبعا دعم أشقائنا في غزة. طيب خليني حضرتك يعني ارجع مع حضرتك ب يعني في نقاط مركزه من بعد يعني من قبل عام من النهارده، من بعد 7 اكتوبر. بعتذر. اتفضلي يا فندم. التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي واستجابه لتوجيهات السيد الرئيس وبشكل سريع وبشكل منظم ومخطط بدا يترجم توجهات الدولة المصرية في دعم الأشقاء في قطاع غزة من خلال يعني تكوين غرفة عمليات لتوجيه الأكبر دعم ممكن بأكبر آليات وبأفضل شكل، ودعم يلبي الاحتياجات الفعلية لأهالينا في قطاع غزة. أطلق سلاسل من القوافل، أطلق عليها سلاسل مبادرة مسافة السكة، بدأ يستثمر كافة مكونات مؤسساته والتناغم ما بين مكونات الدولة المصرية والتنسيق التام مع الأجهزة السيادية في أنه يوصل المساعدات لأهالينا في القطاع. البداية كانت مع حملات التبرع بالدم، بعدها بدأت الانطلاقة بسلاسل القوافل. كمان الحقيقه يعني لو حضراتكم تتذكروا، الحقيقه كنا مع حضراتكم اكثر من مره بنغطي للقوافل اصطفافات بعدد التريلات واحجامها ومكونات المساعدات الغذائيه، بتنم عن نضج كبير في مستوى اداء المجتمع المدني المصري من خلال التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. والحقيقة يعني ترجمة دقيقة لدعم الدولة المصرية للأشقاء في قطاع غزة. يكفي أن احنا بكل فخر من يعني بنقول أنه ما وصل إليه حجم الدعم المصري لأهلينا في القطاع بشهادة العالم تخطى 80% من حجم ما المساعدات المقدمه لغزه من مساعدات. صحيح. على مستوى العالم. طيب استاذ عصام، يعني بالتاكيد هناك يعني لو فصلناهم هنلاقي حاجات غذائيه، حاجات طبيه، حاجات للمعيشه زي الخيام وخلافه، ناخدهم واحده واحده. ابرز المواد الغذائيه وازاي يعني كنا بنضمن ان هي توصل بشكل سليم لهؤلاء في ظل اللي بيحصل في الحرب؟ طيب الحقيقة ده سؤال مهم، لأنه الرقم في حد ذاته ما كانش بس هو الـ يعني الـ الشكل المضيء، لا كمان نوعية المساعدات اللي بتتقدم. لا في جانب يعني في الإجابة على سؤال حضرتك حوالين الشق الغذائي على سبيل المثال، طبعا كان من المعروف أنه الاحتياجات الغذائية على قمة الاحتياجات. التحالف الوطني بدأ ينفذ قوافله من ناحية في جانب تلبية الاحتياجات الغذائية بالشكل التقليدي المتعارف عليه من مكونات كرتونة المواد الغذائية، مع شدة القصف ومع بداية النزوح ومع ندرة يعني مكونات الطهي، ومع فكرة انه اهالينا في قطاع غزة بدأوا يتواجدوا في اماكن زي المدارس وخلافه اللي بيصعب انه يبقى انه الشكل التقليدي للمواد الغذائية تبقى مفيدة بالنسبة لهم. التحالف غير بشكل سريع من استراتيجيته في الدعم الغذائي، تحول الى الدعم من خلال المواد سريعة الطهي او حتى جاهزة الطهي زي المعلبات، وبدأ يشتغل على المواد اللي تحفظ بشكل جيد وتبقى لمدة اطول ويسهل نقلها ويمكن لها ان تنتظر يوم واثنين وثلاثة، لانه الحقيقة كمان التحالف وجد تعسف من الجانب الإسرائيلي في دخول المساعدات في البداية، واعتقد انه حتى اليوم الـ يعني في مواجهات كبيرة للتعسف في الجانب الإسرائيلي. ده كله الحقيقة شكل يعني استراتيجية عمل
للتحالف بأن دائما ما يعني يتعامل مع الأمر بمرونة، وده اللي ساعد في انه المساعدات الغذائيه تصل الى مستحقيها. احنا كنا بنشوف الحقيقه اعلى درجات من ضبط النفس، يعني من القوافل اللي كانت بتستنى بالايام عشان تقدر ان هي تدخل القطاع في ظل قصف المستشفيات اللي كنا بنشوفه طول الوقت ولسه بنشوفه لحد النهارده. المواد الطبيه اللي بيتم تقديمها كانت ايه من جانبكم يا فندم، وازاي تم دعم التخصصات الطبيه المتنوعه كمان؟ مهم الحقيقه ان احنا نذكر لحضراتكم انه كان في تناغم وتنسيق كمان مع القطاع الطبي داخل قطاع غزه من خلال الاجهزه السياديه، كان في قائمه للاحتياجات الرئيسيه للقطاع، الادويه الاكثر اهميه والاكثر حفاظا على حياه المرضى زي ادويه الكانسر وادويه الفشل الكلوي كانت على قمه الادويه اللي بيتم تقديمها، احتياجات غرف العمليات من المضادات الحيويه و مستلزمات الكسور كمان كانت على قمة الأدوية اللي بيتم إدخالها، الأسرة الطبية، سيارات الإسعاف، المستلزمات الطبية بشكل عام، دي الحقيقة كلها كانت على قمة أو يعني على جدول دخول المساعدات الطبية. ده طبعا بالإضافة أو بالتوازي مع استقبال المرضى من داخل القطاع وتقديم الخدمات الطبية ليهم في مؤسسات التحالف الوطني صحيح. اللي بتعمل في المجال الطبي داخل مصر. صحيح. طب أستاذ عصام، يعني بلغة الأرقام لو نتكلم عن كم طن من المواد الغذائية، عملنا إيه مع المواد الطبية، كم مريض دخل الأرض المصرية للعلاج؟ الحقيقة يعني في جانب الأرقام ما زالت حتى اليوم يعني الاستعداد التحالف لتقديم مزيد من الدعم استعدادات قائمة. الثمن قوافل ممتدة من قوافل مسافة السكة تم تجهيزها، بعض القوافل تحركت على يعني مراحل، القوافل في بعض الأحيان وصل حجمها إلى ما يزيد عن 500 شاحنة في القافلة الواحدة. التحالف كمان غير من استراتيجيته في شكل القوافل. بالفعل التحالف كان ليه دور كبير جدا جدا في دعم أشقائنا في فلسطين، وأكيد هنكمل استعراض مع حضرتكم ما حدث في خلال العام الماضي من المساعدات ومن الأحداث الفعلية اللي حصلت في القطاع. بنشكرك الأستاذ عصام عبد الرحمن عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.